بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. على بركة الله تستأنف الدروس العلمية في بيت الله الحرام المتعلقة بتفسير القرآن الكريم من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في سورة قاف. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآيات الكريمات جاءت بعد سياق ذكر الموت في الآيات السابقة وما حصل من المحاورة بين الإنسان وبين قرينه والاختصام الذي كشفه الله عز وجل بعدله وحكمته سبحانه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول يوم القيامة نقول قرأت بقراءتين، قراءة للجمهور يوم نقول بالنون الموحدة الفوقية بأسلوب التعظيم يوم نقول، وقرأ نافع وشعبة عن عاصم يوم يقول بالياء المثنى التحتية والضمير راجع إلى الله عز وجل. يوم يقول الله لجهنم هل امتلأت. وجهنم النار عافانا الله وإياكم منها ووالدينا والحاضرين والمسلمين جميعا بمنه وكرم. هل امتلأت، هذا استفهام، فتجيب النار هل من مزيد.
وقد ورد في صحيح البخاري أنه يلقى أهل النار في النار حتى تمتلئ، فيضع الرب تبارك وتعالى عليها قدمه الشريفة، ولله عز وجل صفة القدم كما يليق بجلاله وعظمته من دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، فيقول لها هل امتلأت؟ فتقول قط قط. هل المراد في قولها وجوابها هل من مزيد الاستفهام الإنكاري بمعنى أنني امتلأت فلا مزيد، لا مزيد في المساحة في النار من كثرة من يدخلها عافانا الله وإياكم والمسلمين، لأن الله عز وجل تمت كلمته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تقول هل من مزيد، يعني لا يمكن الزيادة، امتلأت قط قط أو قطني قطني أو قدني قدني. والقول الآخر أنها تطلب الزيادة، هل من مزيد، يعني زدني يا رب انتقاما من الكافرين وغضبا لرب العالمين سبحانه. والأول هو الأظهر والله أعلم، لأنه تدل عليه الأحاديث الصحيحة. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وهذا فيه عظة وعبرة ودرس لأهل الإيمان أن يحاذروا أسباب دخول النار، وأخطرها وأعظمها الشرك بالله عز وجل والتساهل في الواجبات أو ارتكاب المحرمات. فإذا كان هذا وصف النار ومخاطبة الله عز وجل لها وهذا جوابها، فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحاذر أسباب دخول النار ويعمل بأسباب دخول الجنان، وأعظمها الإيمان والتوحيد والتصديق واتباع الكتاب والسنة والعمل بالفرائض والأوامر واجتناب النواهي والزواجر. ولهذا لما جاء الوعيد، جاء الوعد، لما جاء الوعيد للكافرين بالنار جاء الوعد للمؤمنين بالجنة بأسلوب عظيم يدل على تكريم الله عز وجل للمؤمنين. وأزلفت الجنة، قربت وأدنيت، هي التي تقرب أو تقرب وتدنى للمؤمنين تكريما لهم، بخلاف النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وهذا أيضا فيه العبرة والعظة للمؤمن أن يأخذ بأسباب دخول الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين، وهذا دليل على أهمية التقوى، وأن على المسلم أن يقوم بتقوى الله عز وجل امتثالا لأوامر الله في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وسواها من الآيات التي فيها بيان فضل التقوى،
وأن ثواب المتقين الجنة. جعلنا الله وإياكم ووالدينا والحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات من أهلها بمنه وفضله وكرمه. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني من مكان قريب وليس ببعيد، يحتاجون إلى الانتظار كما في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، بينما الجنة بينما النار حتى إذا جاءوها فتحت، يعني تقابلهم والعياذ بالله كأنما هي في شوق إليها غضبا لله عز وجل وانتقاما من الكافرين والجاحدين. هذا خطاب لأهل الجنة، إشارة لأهل الجنة، هذا الخير وهذا الإدناء وهذا التقريب للجنة غير بعيد، وإدنائها وإدناء فضلها وخيرها وما فيها من نعيم مقيم. هذا ما توعدون، الميم هنا موصولة، هذا الذي توعدون. نعم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أربع صفات من صفات أهل الجنة. هذا ما توعدون لكل أواب، الأواب الرجاع كثير الاستغفار التائب، صيغة مبالغة في كثرة التوبة والاستغفار. حفيظ، هذه الصفة الثانية، حفيظ أي حافظ لحدود الله عز وجل فلا ينتهكها، أو حفيظ لوعد الله عز وجل فيحرص على القيام به وهي أوامره ائتماراً واتباعاً، ونواهيه ازدجاراً وانتهاء. وقيل الحفيظ، الحفيظ لوعده وعهده، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الصفة الثالثة: من خشي الرحمن بالغيب. الخشية شدة الخوف من الله، وهنا وصف الخشية أنها تكون بالغيب، حينما يخلو الإنسان بينه وبين ربه فلا يراه الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الرابعة: وجاء بقلب منيب. صلحك الله، ما شاء الله. وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب، هذه الصفة الرابعة. أواب، حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، بقلب أواه كثير الاستغفار، بقلب سليم، بقلب موحد، بقلب مؤمن. إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم بالإيمان، بالتوبة، بالاستغفار، بالتوحيد، بالإيمان، باتباع الكتاب والسنة، بالقيام بالأوامر واجتناب الزواجر، سليم أيضا للمؤمنين لعباد الله، فلا يحمل غلا. والذين جاءوا من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذه صفات أهل الجنة الأربع الواردة في سورة قاف. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب، ما هي النتيجة؟ ادخلوها. هذا إما بشارة من الله عز وجل أو بشارة من الملائكة، ملائكة الجنة الذين يتلقون أهل الإيمان، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ادخلوها. الأمر هنا للتكريم بسلام. السلام هنا يذكر ويراد به نوعان من السلام: إما السلام من العذاب، ادخلوها سالمين من عذاب الله عز وجل، والمعنى الثاني ادخلوها بسلام، أي يستقبلون بالسلام: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ادخلوها بسلام، هذا فضل عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل لأهل الجنة، مما يدعو المؤمن إلى الاستعداد لها والعمل بما يقتضيه دخولها من العمل الصالح والإيمان والتوحيد واتباع الكتاب والسنة والقيام بالفرائض من الصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحرمات والنواهي والزواجر، وأخطرها وأعظمها الشرك بالله والكفر به، أو ترك الصلاة، أو تساهل بأركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج. ذلك يوم الخلود، وهذا من تمام فضل الله عز وجل ومنته ونعمته لأهل الجنة، أنها دار الخلود فلا يخرجون منها، الإقامة الأبدية خالدين فيها أبدا. ذلك يوم الخلود. وقد ورد في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوها ينادون: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا للمسلم الحق ميزان ومعيار، فينظر الفريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فيقتضيه ذلك العمل بما يقربه ويدخله ويخلده في الجنان أو ضد ذلك والعياذ بالله. ومن تمام فضل الله عز وجل لأهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله ورحمته أن يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهلها، إنه جواد كريم. لهم ما يشاءون فيها، كل شيء تشتهيه الأنفس المؤمنة في الجنة فإنه يتحقق ويحصل، حتى لو اشتهى الولد أو اشتهى الذرية، فقد ورد في الصحيح
أن المسلم أو المؤمن إذا اشتهى الذرية في الجنة كان حمله وولادته وسنه في ساعة واحدة. نسأل الله الكريم من فضله. وهذا كما قلنا ونؤكد أنه يحتاج مع رحمة الله وفضله إلى القيام بالعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وليس الأمر يقف عند هذا الحد من الفضل، بل هناك ما هو أفضل من هذا النعيم، وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهو المراد بقوله سبحانه ولدينا مزيد، وهو أيضا الذي تضمنته آية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هنا النظر إلى وجه الله الكريم، فأهل الجنة يتمتعون بالنظر إلى رؤية وجه الله الكريم. وقد ورد في الصحيح أن ذلك كل جمعة أو يكون في يوم المزيد. قال فما أعطوا من النعيم أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم بمنه وكرمه. ثم جاء السياق بعد ذكر هذا النعيم وقبله العذاب وما أورده الله عز وجل عن النار، ثم أورده عن نعيم الجنة والمزيد. يعود الخطاب مرة أخرى إلى المكذبين، وكم أهلكنا. يعود إلى المكذبين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المكذبين بالقرآن والمكذبين بالبعث. وكم يعني كثير. أهلكنا، الهلاك هو العذاب إما بالاستئصال أو بغيره من أنواع العذاب التي ذكره الله التي ذكرها الله عز وجل بقوله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فانظروا إلى القرون من قبلكم كم أهلكنا من المكذبين، فإن لكم فيهم عبرة. من قرن، القرن المدة من الزمان، قيل 100 سنة وقيل أكثر وقيل أقل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. الذين كذبوا الرسالات السابقة وكذبوا رسل الله عز وجل أشد من الكفار وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عوقبوا ولم يسلموا من العذاب. فعاد لما قالوا من أشد منا قوة، ماذا كان الجواب؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا من التنقيب، والتنقيب هو السير في الأرض أو الإثراء فيها أو الضرب في الأرض. وقرأ الجمهور فنقبوا بالتشديد، وقرأ الحسن بالتخفيف،
فنقبوا، وفي قراءة ثالثة بالأمر فنقبوا أنتم في البلاد، يعني سيروا فيها كما قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن قراءات ثلاث في قوله سبحانه فنقبوا، الجمهور فنقبوا بصيغة الماضي والتشديد، وقرأ الحسن فنقبوا بالتخفيف، وقرئ فنقبوا أنتم أيها المخاطبون سيروا في الأرض وانظروا ما فيها من الآيات والعبر وكيف كانت مصائر الأمم قبلكم. ومنه قول امرئ القيس لقد نقبت في الأرض حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، يعني السير. معنى إذن التنقيب في الأرض إما السير فيها أو الإثراء فيها أو الضرب فيها والتجارة والمكاسب، ومع ذلك فهذه لن تغني شيئا من عذاب الله عز وجل. هل من محيص؟ هل من مفر؟ هل من ملاذ إلا إلى الله عز وجل؟ ثم ذكر سبحانه وتعالى العبرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن نون التوكيد، إن المؤكدة، إن في ذلك، ما المراد بقوله في ذلك؟ إلى أي شيء يرجع؟ أي نعم، أقرب مذكور إن في ذلك، وما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك، وقد يصح أن يكون المراد إن في ذلك العموم، يعني عموم الآيات وعموم الرسالة وما في القرآن الكريم وما فيه من الدروس والعبر والآيات الكونية والشرعية كلها ذكرى، ذكرى تذكير. ولهذا ذكر الله عز وجل في الحكمة من إنزال القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والذكرى تكون عامة وتكون خاصة، تكون عامة للناس جميعا. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن أنه ذكرى، وقال فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، تذكرة عامة للناس كلهم. وقد يكون التذكير خاصا بمن ينتفع به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن تحققت فيه هاتان الصفتان من كان له قلب، فكل الناس لها قلوب، ليس القلب هو مضغة الدم، وإنما القلوب التي تفقه وتعقل. ولهذا نعى الله على الكافرين لهم قلوب لا يفقهون بها، في الآية الأخرى لا يعقلون فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. لمن كان له قلب
أي ضمير يقظ حي ينتفع بالذكرى، أو ألقى السمع، ألقى سمعه بمعنى أحضره، يستمع لكن سماع مستبصر ومستفيد، ليس فقط مجرد له آذان لا يسمع بها، وإنما يسمع بها سماع متعظ ومدكر ومتبع للأوامر، مجتنب للزواجر. وهو شهيد. أو ألقى السمع، ما يكفي أن يلقي السمع، بل لا بد أن يكون ما يلقيه أو ما يلقاه السمع يشهده القلب والجوارح، ويكون هناك حضور وتواطئ من القلب والجوارح والسماع بالقلب وبالأذن مع الشهود والحضور حتى ينتفع المؤمن بالذكرى. أما ما عدا ذلك، من ليس له قلب أو له قلب لكن لا يفقه فيه ولا يسمع ولا يعقل ما يراد منه من التكاليف، أو يلقي سمعه لكن لا يشهده قلبه وضميره، فإن ذلك لا يغنيه شيئا. فالواجب على العبد أن يستشعر هذه الصفات التي تجعله ينتفع بالذكرى، وهي حضور القلب وإلقاء السمع وشهادة الجوارح. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم ذكر الله عز وجل الآيات العظيمة الدالة على قدرته: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا عود على ما بدأه الله عز وجل في أول سياقات هذه الآية من الدلالة على الخلق وعلى البعث. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سبب نزول هذه الآية أن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، قالوا إن الله خلق السماوات والأرض يوم السبت، قصد يوم الأحد، واستراح يوم وانتهى منها يوم الجمعة، واستراح يوم السبت لتعبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنكر الله عليهم سبحانه ما ذكروه عنه جل وعلا، فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي لم يحصل لنا عجز ولا تعب ولا لغوب ولا إعياء. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. فهذه الآية رد على اليهود أو من نسب العجز أو التعب أو الإعياء واللغوب إلى الله عز وجل. فالله سبحانه له القدرة النافذة وله الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو منزه جل وعلا عن العجز أو التعب أو الإعياء بوجه من الوجوه، لأن هذا من أوجه النقص، والله له الجلال والجمال والكمال المطلق، فلا يعتريه جل وعلا نقص بوجه من الوجوه. نعم، لعلنا نقف لأن استمرنا لطال الوقت. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مخوفا لعباده: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وذلك من كثرة ما ألقي فيها، وتقول هل من مزيد، أي لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين العاصين، غضبا لربها وغيظا على الكافرين. وقد وعدها الله ملأها كما قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حتى يضرب رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه، فينزوي بعضها على بعض، وتقول قط قط، قد اكتفيت وامتلأت. وأزلفت الجنة، أي قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور، وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم، التاركين للشرك صغيره وكبيره، الممتثلين لأوامر ربهم، المنقادين له. ويقال لهم على وجه التهنئة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب، أي رجاع إلى الله في جميع الأوقات، بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه. حفيظ، أي يحافظ على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أكمل الوجوه. حفيظ لحدوده، من خشي الرحمن، أي خافه على وجه المعرفة بربه والرجاء لرحمته، ولازم على خشية الله في حال غيبه، أي مغيبه عن أعين الناس، وهذه هي الخشية الحقيقية. وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد تكون رياء وسمعة، فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة. ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب، وأن هذا مقابل للشهادة، حيث يكون الإيمان والخشية ضروريا لاختياريا، حيث يعاين العذاب وتأتي آيات الله، وهذا هو الظاهر. وجاء بقلب منيب، وصفه الإنابة إلى مولاه وانجذاب دواعيه إلى مراضيه. ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: ادخلوها بسلام، أي دخولا مقرونا بالسلام من الآفات والشرور، مأمونا فيه جميع مكاره الأمور، فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. ذلك يوم الخلود الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدرات، لهم ما يشاءون فيها، أي كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو حاصل فيها، ولهم فوق ذلك مزيد، أي ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجه الله الكريم، والتمتع بسماع كلامه والتنعم بقربه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ثم قال تعالى مخوفا للمشركين المكذبين للرسول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمما كثيرة هم أشد من هؤلاء بطشا، أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد، أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار وأجروا الأنهار، وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الله أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. فهل من محيص، أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد، أي حاضر، فهذا له أيضا ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يلق سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته. سنت بارك الله فيك. في هذا
بعض الوقفات واللطائف الجميلة التي يحسن بطالب العلم أن يعرفها، منها أن هذه الآيات جاءت في سياق التخويف في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، جاءت في سياق التخويف والترهيب، وسياق الجنة وأزلفت الجنة للمتقين في سياق الثواب والترغيب. قوله في عن جهنم هل من مزيد، جهنم لاحظ الجواب، جهنم يعني كائن مخلوق يدرك فهم الخطاب ويرد بأحسن الجواب، هل من مزيد. وفي الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، والحديث الآخر تحاجت الجنة أو احتجت الجنة والنار إلى في آخره ولكليكما علي ملؤها. كذلك في قوله هل امتلأت سؤال واستفهام يقذف الرهبة والفزع في قلوب الناس حول جهنم، وجواب جهنم يخلع القلوب ويذهب بالألوان. وأزلفت كما قلنا من اللطائف، أدنيت وقربت، عادة للمكرمين أن تقرب لهم الأشياء. وقوله سبحانه غير بعيد يعني قريب، وبينما النار إذا رأتهم من مكان بعيد. فانظر الفرق بين استقبال المكرمين واستقبال المجرمين. ومنه قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين، شوف السوق، هنا نحشر وهنا نسوق إلى جهنم وردا. ثم قال المصنف رحمه الله لمن ألقى السمع وهو شهيد عمل ذلك لينتفع فيرتفع. هذه من العبارات الجميلة، من ينتفع يرتفع، ولهذا من ينتفع مثلا بالعلم يرتفع الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. أما من لم ينتفع فإنه لا يرتفع، إما أن يظل مكانه أو ينزل الدركات والعياذ بالله. كذلك في قوله من قرن، القرن كما قلنا المدة من الزمان أو الأمة من الناس يعني المكذبين. للمتقين أهمية التقوى، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والصفات الأربع التي تجمع بين صفات الظاهر وصفات الباطن، والصفات الباطن هي المهمة التي هي أعمال القلوب التي يحتاجها الناس. ومن صور البلاغية في قوله في هذه الصفات الأربع أن فيها ما يسميها أهل البلاغة أسلوب اللف والنشر، يعني يجمع صفات متعددة تحتاج من المتلقي إلى ما يعرف باللف والنشر. فمثلا أواب، حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أين الأعمال القلبية والأعمال الصورية اللي هي أعمال الجوارح؟ تجد مثلا أن صفة أواب تناسبها الصفة الرابعة اللي جاء بقلب منيب، وتجد الصفة الثانية اللي حفيظ تناسبها من خشي الرحمن بالغيب على طريقة اللف والنشر، وهذا من الأساليب البلاغية. كذلك حينما يقال ادخلوها بسلام، أسعد لحظة وأعظم كلمة يسمعها المسلم والمؤمن هذه الكلمة، ولهذا ينبغي أن يعمل لها. وهذا النداء بأسلوب التكريم. والنداءات، نداءات القرآن كثيرة، نداءات أهل الجنة، نداء الله لهم، نداء الملائكة، ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف. ثم في قوله سبحانه ادخلوها النداء من الله أو من الملائكة.
لهم ما يشاءون، كما قلنا لا حدود، لا حدود للأمان والرغبات في الجنان، بل خلود بلا موت. ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله الكريم من فضله ومنه.